بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بالنسبة لفروض الصلاة، عندنا صلاة الصبح ركعتين، الظهر 4 ركعات فرض، العصر 4 ركعات فرض، المغرب 3 ركعات فرض، العشاء 4 ركعات فرض، يبقى مجموعهم 17 ركعة، دي اللي هم الفروض. بالنسبة للسنن والرواتب، عندنا صلاة الفجر ركعتين قبل صلاة الفجر، صلاة الظهر 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، يبقى الظهر قبل الظهر ركعتان وبعد الظهر ركعتان. بالنسبة للمغرب ركعتان قبل المغرب، والعشاء ركعتان بعد العشاء، يبقى مجموعهم 12 ركعة. بالنسبة لقيام الليل، 8 ركعات زائد 2 شفع وواحدة وتر، يعني المجموع 11 ركعة. إجمالي الفرد مع السنن مع قيام الليل 14 ركعة. هذا ما كان يحافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة. 40 ركعة كل يوم كفيلة بتغيير حياتك. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.